السلام عليكم حبيباتي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية يا رب. اليوم ان شاء الله حبيت اني اشارك معكم مذكراتي واوريكم المشاريع اللي انا اشتغل عليها والمشاريع اللي انا قد اشتغلتها. قبل هذا، اذا كنتم من الناس اللي ما يحبون الفيديوهات الطويلة، ما أجبركم أنكم تتابعون الفيديو. وإذا كنتوا تحبون الفيديوهات الطويلة وطبعا تحبون تسمعون الدردشات وتحبون تسمعون المذكرات من هواة المذكرات، خذوا أعمالكم في يدكم. إذا عندكم عمل تبغوا تشتغلونه أو إذا واقفين في المطبخ فأنتم عادي، أنتم تسمعون بس صوتي. وإذا تحبون تشوفون أعمالي أو كذا، اشتغلوا شيء أو جيبوا مشروبكم. الحين عندي الصباح، وصباح الخير أول شيء، واللي عندهم مساء الخير يجيبوا مشروبكم المفضل وندردش مع بعض وأوريكم إيش المشاريع اللي أنا قد اشتغلتها في الكروشيه وفي الريزن واللي أنا بشتغل عليها إن شاء الله. بما أنه أنا على وجه سفر فأنا بغيب عليكم، بغيب يعني غياب فعلي، بغيب عليكم شهر تقريبا. فقلت انه في هذه الفترة اللي انا بكون غايبة عليكم تاخذون كل ما واحد تذكر القناة حقتي يدخل ويدردش على الفيديو هذا او يتسمع على الفيديو هذا. وهذا لا يعني اني انا بنقطع مرة، يعني ما في فيديوهات مصورة يمكنني انا انزلها، فيه مقاطع صورتها قبل عن اشياء صغيرة كده سهلة الاشتغال في الكروشيه، يمكن اني انزلها، او فيديوهات كده عن موديلات جديده في الكروشيه، مثلا في ملابس الكروشيه، في ملابس زي ما حطيت لكم فيديو قبل هذا عن ملابس اطفال اللي موديلات جديده وسهله انها في الانجاز في التطبيق، انكم تدورون على الباترون حقها. او اذا تحبون اني خلوا لي في تعليقاتكم اذا تحبون اني ادور لكم على الباترون حقها، بدور لكم عليه ونشتغلها مع بعض ان شاء الله. زي ما قلت لكم في الأول إنه اليوم جيت عشان أشارك معاكم المشاريع اللي اشتغلتها أنا قبل نبتدي أول شيء بالكروشيه وبعدين أوريكم المشاريع اللي اشتغلتها. وفي ناس يعرفون المشاريع اللي أنا اشتغلتها في الريزن، بس في كتير اللي ما يعرفون المشاريع اللي كنت أنا اشتغلتها في الكروشيه، لأن بعضها ما شاركتها معاكم. ما كنت يعني اول تعرفون انه اتجاه القناة كان في الروتين، كان في تنظيم البيت، كان في اليوميات، اني شارك معكم يومياتي. فقررت، وانتم عارفين اني انا قررت اغير المحتوى تماما واحط الحرفة اللي انا احبها، الحرف اللي انا احبها والشغف حقي، حبوبة والفوضى. هذه حبوبة مسوية معنا فوضى وما تخليني أتكلم على راحتي. المهم تجاوز الموضوع هذا، نبتدي أول شيء. أول من زمان أول مشروع اشتغلته بوريه لكم، مو أول مشروع في يدي، ترى أنا بيني وبينكم اشتغلت كروشيه وأنا صغيرة، يعني تعلمته عن الوالدة الله يطول لي بعمرها، كانت شغوفة بالكروشيه ولحد الحين هي تشتغل الكروشيه. تعلمت عنها وكنت أدرس، ولما أجي للبيت وكان عندي وقت كده فراغ أقعد أشتغل معاها، يعني من زمان، يعني مو لا سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا أربعة، ترى يمكن أكثر حتى من 20 سنة وأنا أشتغل الكروشيه، يعني من طفولتي، يعني عشت مع الوالدة وأنا أشوفها تشتغل الكروشيه فأنا تعلمت وأنا صغيرة. المهم هنا اول لما جيت هنا للسعوديه اول مشروع اشتغلته وانا هنا في السعوديه، يعني قصدي مو هو في المغرب، في السعوديه اشتغلت على هذا المشروع. زي ما تشوفون معايا هنا، هذا اشتغلته اول ما جيت في 2014 هذا، وانا اشتغلت في 2015. انا جيت للسعوديه في 2014 و11، انا اشتغلت هذا في 2015، بديت اشتغل استرجع، يعني انا كان عندي وقت فراغ كبير، ما كان عندي لسه اطفال،
يعني كنت لحالي، فكنت أشغل نفسي بالكروشيه. فاشتغلت هذا حق السفرة، اشتغلت المفرش هذا ده كنت أنا مسويه حتى وبالمسك المسكة حقة البراد الشاهي. فالمسكة مضيعها لي رهف، إن شاء الله بلاقيها ووريها لكم. هي شكل الفستان، وهذه هذا المفرش هذا حق البراد الشاهي اللي نحط عليه البراد الشاهي. إذا تحبون إني أشارك معكم المفرش هذا خلوها لي في التعليقات، يعني وسهل جدا، هو سهل جدا. وهذا مفرش كمان نغطي به الصواني. تعرفون احنا في المغرب عندنا الصواني الدائرية، فوجبت معايا انا صواني من المغرب، فكان هذا من ضمن الطقم حق صينية الشاهي. صينية الشاهي لما نحط كؤوس حق الشاهي نحط معاهم المفرش هذا ونحط المسكة حق البراد، وهذا نغطي به الكؤوس كده تتغطى به الصينية. هذا مفرش مرة حلو جميل، والغرزة حقته سهلة جدا، يمشي كده بالمروحة وبالسلاسل، يعني مرة سهل جدا. هذا إن شاء الله إذا حبيتوا إني أشاركه معاكم. هذا من الغرز القديمة، تراه مو هو جديد، يعني من الغرز القديمة، بس الناس الحين رجعت تشتغل عليها، يعني حلوة مرة. وهذا طقم السفرة أنا كانت عندي، أنا عندي سفرة مستطيلة في 4 كراسي. هذا زمان من لما جيت اشتغلت هذا، تقريبا هذه كانوا يسمونها يمكن الأناناسة أو شيء، مو الأناناسة والله ما أدري إيش اسمها النمط هذا، بس إني اشتغلت عليه. هذا كنت لقيته عند واحدة، عند مصممة أمريكية الأول أذكر، بس ما عدت أذكر، أنا آسفة ما أذكر اسمها. يعني تقريبا هذا قلت لكم أنا اشتغلته في 2015، يعني صعب إني أستحضر اسمها الحين. يعني باترون مجاني ترى، مو مدفوع، لا باترون مجاني من مصممة أمريكية، وكنت أخذته عنها. اشتغلته بال، تعرفون أنا أحب الخيوط الديفا اللي زي ديفا، هو اشتغلت به. فيه 4 قطع زي كذا، انا العيال لعبوا فيه لانه من زمان هذا ما طلعته. وهذا حق كذا طويل حق الطاوله زي ما تشوفون معايا، وهذا القطع حقته 4. واذا تحبون زي ما قلت لكم خلوا لي في تعليقاتكم اذا تحبون اشارك معاكم، ان شاء الله اعلمكم هذا النمط، ابى اشاركه معاكم ان شاء الله. وادور اذا لقيت الباترون حقه بخليه لكم في الانستغرام، تلاقون الباترون حقه في الانستغرام ان شاء الله. بدور على الباترون حقه لانه اتوقع اني لساتني متابعه ذا الموقع حق هذيك المصممه الامريكيه. وبعدها بعد هذا المشروع اشتغلت هذا، كان عندي قبل اول سكن لي كان عندي المطبخ احمر واسود، كان عندي المطبخ اول في الاحمر والاسود، واشتغلت هذا الوحدات، اشتغلت هذا المفرش، واشتغلت معاها حقه المويه، واشتغلت معاها لوحات طبلوهات بالاحمر من الكروشيه، اشتغلت يعني كثير من الاشياء، بس اني خلاص استغنيت عنها. وضل عندي هذا بس انا ما استعمله الحين، بس اني راكناه وتذكرته واني طلعته، بس التانيين تخلصت منهم. هذو وحدات مربعات يعني وشبكتهم مع بعض وسويت لهم الإطار. هذا الإطار تسووه بعد ما خلصت الشغل، سويت هذا الإطار. هو كمان إذا تحبوني أشاركه معاكم، ليش لا، يعني أشاركه معاكم فيديو، بس بعد السفر يا بنات ما أقدر قبل، لأني قاعدة أستعد الحين للسفر، فاضل لي تقريبا 10 أيام وعلى السفر، فما اقدر اني اشتغل اي شيء واعلمكم اي شيء في فيديوهات. هي اصلا مصوره وجاهزه، هي اللي بنزلها لكم، بس الفتره هذه موقفه انا الشغل. وهذا هذا الطقم سويته يوم كنت حامل، بحملي الاول اللي سردته،
بس ما كنت عارفة انه كان عندي بنت ولا ولد. اشتغلت وبطني وانا عندي يمكن 4 شهور بديت اشتغل فيه. البيبي حقي سقطته في بداية الشهر السادس، يعني ما كمل، بس خليته لرهف لاني ما كنت عارفة انه عندي بنت ولا ولد. فاشتغلت بالاصفر، الاصفر ممكن تلبسه البنت ويلبسه الولد، عشان كده ما اختاريت لا الوردي ولا الازرق ولا يعني ما اختاريت الوان خاصة بالبنات ولا الوان خاصة بالاولاد. فكنت اشتغلت هذه الطاقية زي كده، يعني بشكل بسيط جدا ترى من مخي، بس القياسات حق التواقي تلاقونها في الانستغرام، تلاقونها في الفيسبوك. كنت ادخل على الجروب حق كروشيه الاميرات، كانت المرفت الاخت مرفت، انا تابعها على القناه حقتها مرفت ياقوت، وهي قناتها اتوقع قناتها ايوه قناتها اسمها كروشيه الاميره. المقاسات كانت تنزلها في صفحتها، كانت عندهم مقاسات، بس ضروري انكم تحترمون المقاسات حق التواقي عشان ما تجيكم واسعة. حقت من شهر لثلاث شهور، هذه من شهر لثلاثة. واشتغلت كمان هذول الدسوس حق الايدين، الدسوس هذا تراه صوف، بس انه صوف ناعم حق الاطفال. هذا يارين اتوقع يارين، وهادو شرابات تشوفون معي. هذا لبستهم رهف، لان رهف ولدت، صح رهف ما لبستهم كثير لانها ولدت في شهر ثلاثة يعني الربيع، فكان الجو عندنا هنا في الرياض سخن، يعني لبستهم مرتين. اللي يلبسهم كثير هو ريان، هو اللي استمتع فيهم في شهر 10، لبسهم مرة. حتى اشوف انه كان يعني ما غسلتهم، تخيلوا انه غسلهم هادو مرة واحدة بس، مرة واحدة مغسولين هذا الطقم هذا بعد ما لبسوا ريان، لأن ريان ما كان ما يعني هذا ما يتوسخ، هذا مدس دفوا في البيبي جوا هنا بعد ما تقمطون وبعد القماط، فهو يدفي. فما كنت ألاقي صعوبة مع ريان إني أدور له بطانيات أدور له، لا كنت ألبسه هذا وخليه متدفي ونايم ومرتاح. هو اللي انولد في فصل الشتاء، أما رهف أنا لبسته مرة أو مرتين بس، يعني يوم ما أول ما جبتها ما لبسته كتير، بس اللي لبسه واللي استمتع فيه هو ريان. هذا هو. والحين واشتغلت هذا المشروع الكبير، هذا البطانية هذه بخيط القطيفة، مر هذا الخيط مرة يا بنات حلو. هو كمان هذه البطانية ما كنت عارفة، كنت مشتغلاها يعني أنا حملاتي سقطت كتير عشان كذا. بعد رهف هذه، بعد الحمل اللي بعد رهف اشتغلت هذه، اشتغلت البطانية هذه. كنت كذلك أنا أول ما أحمل أبتدي أشتغل، بس في ريان لا ما اشتغلت أي شيء، في ريان قلت خليها على الله ما أجهز لأي شيء عشان ما أنصدم. المهم هذه اشتغلتها بعد رهف، بالحمل اللي بعد رهف كنت كذلك ماني عارفة ولد ولا بنت، فاشتغلت دخلت فيها الأزرق مع الوردي مع الأبيض عشان تكون مختلطة. زي ما تشوفون هي بغرزة الفي، وتعرفون انه القطيفة تجي كذا ماسكة في بعضها، يعني تجي الغرز ما تبين لكم الغرزة بالضبط اللي هي اللي احنا اشتغلنا بيها، يعني تجي هذا، يعني تجي شو اقول لكم كيف اقول لها، يجي الشغل ماسك في بعضه يعني، عشان كذا ما تبين الغرزة اللي انا اشتغلت بيها. بطانية حلوة متر في متر، اشتغلت متر في متر ودافية مرة للحين تتغطى بها هذه رهف، للحين تستعملها رهف. طبعا مشاريعي اللي اشتغلتها اشتغلت كذلك لرهف فستان، انا بخلي لكم في الصورة بتشوفونه الحين قدامكم، فستان مرة جميل وهي عمرها 3 سنوات، سنتين ونص، لا اشتغلت لها وعندها سنتين ونص،
واشتغلت كذلك بلوزة كذلك في نفس العمر عند 2.5 سنين. بتشوفونها في الصورة، بخلي لكم الصور. واشتغلت مشاريع بطانيات كذا، طلبيات، هذه كانت طلبيات بطانيات على مدسات على كذا، كانت طلبيات. اشتغلت يعني اشياء كثيرة كنت، بس انا انجز يعني، ما اشتغل، ما اخلي مشروع وما اكمله. انا ابتدي من النوع اللي تبتدي المشروع واكمله وبعدين ابتدي واحد ثاني، لانه ما اقدر اني ابتدي مشروع واحطه من ايدي وامر لواحد ثاني. بس الطريقة هذه اللي انا اسويها تصيبني بعض الاحيان بالملل، يعني لما اخلص المشروع، اخلص مثلا كان عندي بلوزة ولا عندي مشروع كذا واشتغلت عليه، لما اخلصه احس بالارهاق، احس اني مرهقة وما في اللي يشتغل، فاقعد احط الخيوط فترة طويلة ما المسها ابدا، لين اشوف فيديوهات، اروح ادور مذكرات. عشان الحين لما رجعت انا اسوي الكروشيه، تعرفون كيف؟ اول شيء مليت من القناة حقتي، مليت من نفس الشيء اللي بسويه، طبخات وتعالي كنسي ونظفي وحولي الكاميرا من هنا وجيبيها من هنا، فمليت منها. ما قدرت، فقلت ايش اسوي؟ اروح اسوي الريزان. الريزان لما جيت اسويه وتعلمت له ما شاء الله واتقنت وصرت اسوي، صرت جاتني يمكن 2-3 طلبيات اشتغلت عليها، بس انه ما اقدر اني استمر فيه، اني اسوي واحط في البيت، لانه لازم يكون عندك طلبيات في الريزن. يعني مستحيل انك تشترين المادة غالية وبعدين تشتغلينها وتحطينها تركينينها، تشتغلين وتركينين، لا. مو زي الكروشيه، الكروشيه ابداع، تشتغلين اشياء تحطينها في بيتك، بطانيات، تشتغلين بلوزات، تشتغلين البلوفرات، يعني متجدد والخيط متوفر ورخيص، مو زي المادة الريزن. مادة الريزن لازم تشتغلي تبيعي، لازم تشتغلي يكون مشروع قائم بذاته، عندك مسوقين وعندك متجر وعندك كل شيء، ثم تشتغلي. هذا هو، لأنه فعلا هواية حلوة ومرة مرة مرة جميل الريزن، فيه إبداع لا حدود له، بس لازم يكون عليه طلب، لازم يكون عندك زباين ويكون عندك طلبيات. اذا كنت تشتغلين تركينين ما ينفع. بوريكم اخر مشروع اللي لسه ما خلصته، هذا لسه ما خلصته في الكروشيه، هذا اخر مشروع قاعد اشتغل عليه. طبعا مو اخر، انا بشتغل هذا بخلصه وبشتغل ان شاء الله هذا، بشتغل مفارش حق طاوله. المهم ان هذا لسه ما خلصته، دي شهادي، هذه بلوزة ان شاء الله تشوفونها وقولوا لي رأيكم. هذه بلوزة يعني بسوي لها هنا يعني زي يعني مو همكم ولا شيء، بس انها كده حزامات صغيرة من هنا على الإيد على الاكتاف وبس، وهي بلوزة تجي كده، اشتغلتها بخيط ديفا، هذا إليزي ديفا. الصنارة اللي اشتغلت بيها اشتغلت باثنين ملي. انتم اذا تحبون الغرز يعني مرخية راخية اشتغلوا بثلاثة، انا احب اني اشتغل باثنين. هي عندك اللي هنا في هذا اللي زي من 2-3 عادي، 2 تجي شادة تجي متماسك الغرز، وثلاثة تجيكم مرخية شوية. المهم اذا الايد كده ترخي، اذا ايدكم مرخية وتحبون تشدون اشتغلوا باثنين، اذا ايدكم شادة زي انا، لا انا ايدي انا حبيت الشغل شاد، مو مسألة اني انا حبيته كده شاد. عشان تلبسها بنتي، هذه بلوزة مسويها لرهف، عشان تلبسها في الربيع وفي الشتاء، يعني حتى في الشتاء ممكن تسوي تحت منها تيشيرت ابيض كده ولا بودي ابيض وخلاص، وممكن تلبسها يعني عادي جدا. سويت لها، انتم شفتوا هذاك اليوم، سويت لها معها بكلات حق الشعر، والحين اخلصها ان شاء الله هو شاركه معاكم. بمر اوريكم شغلي، انجازاتي لهذا الشهر اللي فات، يعني شهر 5،
اشتغلت كل شيء، الاشياء هذه كلها تقريبا في شهر 5 ما عدا الكروشيه هذا اللي اشتغلته الحين، واشتغلت الكوست هذا الكوسترات المربع اللي شاركت معكم الفيديو حقها ما ضلت عندي لانني اعطيتها هدايا المعلمات رهف. بخلي لكم الصور، بخلي لكم صورتها في خليكم صورة الشكل النهائي حقها، ولا إن شاركته معكم في فيديو. خليكم صورة الهدية، البوكس الهدية اللي أعطيتها المعلمة رهف. المهم هذا أول هذا اشتغلته في شهر 5، شاركت في دورة في الريزن، دورة مدفوعة يعني ورشة، واشتغلنا فيها كل واحدة وش أخذت. أنا أخذت القلب هذا قلوب، اشتغلنا فيها الريزن واشتغلنا بالتأثير حق الخلايا. بتشوفون هنا زي ما يكون الكاميرا، زي ما يكون التغبيش حق الكاميرا، ما ادري ليش جاء كده كأنه مسحوب، جاء هنا الالوان كأنها مسحوبة. تشوفون اشتغلت كذلك هذا الكوسترات، هذا الكوستر اللي حطيته على تيك توك على انستغرام. جربت فيه التأثير حق 3 دي كيف يجي الوردة هذه، وهذا كوستر كمان اشتغلته يعني تشوفون معايا اشتغلته كمان بتأثير، بس انه هذا كان التأثير ما يصير معاكم الا اذا يعني ما تبالغون. يعني انا هنا كنت بالغت في اني اسوي تأثير وكذا بايدي، لا هو ما يبغيك مبالغة، تحطي الخطوط شوية بس وتخليه هو بيسوي التأثير من نفسه. انت بتشوفون اذا دخلتوا على الانستغرام حقي بتشوفون التحول، التأثير من نفسه بيتشكل. يعني ما اذا تبغون 3D ما تقعدون تلعبون فيه كثير لانه بيتغير الشكل لما يصير من اول ما تحطي المادة الريزن مع بعضها، يعني مع الالوان وكذا تحطي التأثير. لازم انك تخليه ياخذ شكله بنفسه، ما تقعدي ما يعني ما تحاولي انك تعطيه تأثير مختلف لانه ما يجي، ما يصير، ما يطلع معاك التأثير اللي انت في مخك ابدا، هو بيعطي التأثير من نفسه. اشتغلت كذلك هذه، وريت هذه، شاركت معكم الفيديو حقها، شفتوها كيف جات هذه الصينية، هذه بالكروشيه وحدات الكروشيه، ودخلتها مع الريزن زي ما بتشوفوا هنا. ظهرها مرة حلو جميل جدا وعجبني. لو اني ما مني مشتغلة الكروشيه هنا كنت ابى اخلي هذا هو الوجه، تخيلوا شوفوا الوجه حقها هنا كيف، كأنها رخامة، كأنها رخامة يعني ما شاء الله حلوة مرة عجبتني. وحتى هنا حتى هذا حلو، هذه وتقيلة ما شاء الله، يعني حطيت فيها ما يقارب، ترى حطيت فيها جاية تقريبا أقول يمكن نصف كيلو من الريزن. وهذه كمان شاركتها معاكم في فيديو، تشوفونها في فيديو. هذه اشتغلتها انا عشان احطها في غرفة النوم، احط عليها العطورات، احط عليها يعني، بس لساتني قاعدة افكر لسه ما حطيتها لحد الساعة، وانا راكنة هذه الاشياء كلها راكناها وحطها على جنب لسه ما استعملتها ابدا، يعني ما استعملت ولا شغلة من هذه الاشياء اللي انتم تشوفونها بالريزن، ما استعملتها، انا قاعدة جامعتها ومخليها على جنب. المهم هذه حبيت اني اسولف معاكم كمان فقرة المشتريات، وهذه مشتريات اللي اشتريتها البارح، فانا حبيت اسوي معكم فقرة مشتريات كمان في المذكرات. هذا قلت لكم انا ببتدي مشروع ان شاء الله، ببتديه ولما ارجع من السفر بكمله، المهم ببتدي فيه الحين، بسوي مفارش للصفرة، مفارش دائرية. ما ادري لحد الساعة تراني ما قررت لا الغرزة ولا هو دائري ولا مستطيل، بس بتكلم لساتني ما قررت، لسه قاعدة اشوف موديلات، وادخل ان شاء الله ادخل على مصممين اشوف باترونات جديدة اشتغل عليها وبشاركها معاكم، طبعا بصور معاكم اذا لقيت شي باترون جديد
اي باترون لقيته جديد ولساته ما تداول بشارك معاكم النمط اللي حشتغل به. اخذت هذا جولدن، هذا كوتون جولد اليزي كوتون جولد، مره مره جميل هذا لانني مجربته وشغاله به قبل في المفارش، بيطلع الشغل بسرعه يعني ما بياخذ منكم وقت طويل، بيطلع الشغل بسرعه وحلو مره في الدمى. اذا انتم من عشاق الدمى حلو مره في الدمى، وتيجي الغرزه حقته متماسكه يعني متغطيه، ما يظهر معكم القطن اللي جوا ولا يخلي لكم فراغات في الغرز. هذا الكوتن جولد. وجبت كمان جبت ثلاثة باكلات ان شاء الله يكفوني، واذا ما كفوا ترى عادي بروح لما ارجع من السفر بشتري. وجبت هذا زي شو يقولوا له احنا، زي السلك احنا نقولوا له في المغرب سقلي سقلي وشعر مدلي، هذا في المغرب نسموه احنا سقلي. قولوا لي انتم ايش تقولوا له هنا، ترى نسيت الزير او خليني اتذكر، المهم بتذكر واكتبها لكم في الفيديو. وشو هذا زي زير او شيء، ترى نسيت اسمه هو، مهم بخلي اسمه مكتوب. المهم اشتريت تنتين ادخلهم مع هذا في المفارش. وهذا الخيط اليزي ديفا، اليزي ديفا هذا فيهم الابيض، في واحدة بيضة وواحدة في الثلاثة هادو في اللون تقريبا مايل للبيج، مو ابيض بس انه مايل للبيج. انتم تشوفون الفرق، هذا ابيض مرة هذا ابيض، حتى انه الرقم حق الكلر حقه 55 وهذا الرقم حقه 1055 الف، يعني 1055 وهذا 55، يعني في اختلاف. هذولا انا ما اعرف صراحة لسه ما اعرف اذا كانوا موجود في المغرب ولا لا، بس الوالدة بادية كنت اخذت لها منهم وبدت مفرش وحدات، مفرش طاولة كبير، لان عندنا احنا في المغرب طاولات الدائرية هذه تاخذ خيوط كتير المفارش الدائرية، فهي بادية وحدات وخلص عليها الخيط الاليزي هذا اللي انا كنت واخدها لها من زمان، فخلص عليها ووصتني قالت لي جيبي لي. خديت لها ثلاث بكلات لانه عندي انا اصلا عندي بكلات تانية اضافيه بضيفهم عليهم، وهذا الابيض انا اللي محتاجه بشتغل به، وهذا البيج باخذه للوالده لانه ما اعرف صراحه، ما دورت ولا سالت اذا كان اليزي ديفا هذا ينباع في المغرب ولا لا، بس هو فيه القطن فيه في المغرب، بس النوعية او الشركة هذه ما ادري عنها، بس القطن فيه، بس السماكة شوية مختلفة، السماكة حقت الخيوط حق المغرب مختلفة عن هنا، عشان كده هي بدت بهنا لازم انها تكمل المفرش بنفس الخيط. هذا هو الفيديو حقي، اتمنى انكم استمتعتوا معايا وتابعتوني للاخر. وإذا وصلتوا حد هنا طبعا لا تنسوني من لايكاتكم، لا تنسون انكم تشاركون المذكرات حقتي مع بنات تانيات يمكن يحبون يشوفون اعمالي، يمكن يحبون يمكن كده، لانه انا بيني وبينكم لما افقد الشغف حقي باي شيء انا كنت بادياه او كنت اشتغل عليه او احبه، لما افقد الشغف حقي اروح على مذكرات الحرفيات واسترجع شغفي، خاصة في الكروشيه. الكروشيه ما شاء الله فيه مذكرات حرفيات كتير، في الكروشيه في التريكو ما شاء الله، فلما افقد الشغف اروح على قنواتهم اتفرج عليها، منهم بنان منهم وش اسمها مصريات فيهم اسراء كمان اطل عليها، فيه القمر الفضي، فيه قناة القمر الفضي أخت إماراتية، مرة قناتها جميلة 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 جدا، أتمنى إنها توصل الألف.
بخلي لكم رابط قناتها، مرة عندها أشياء حلوة ومذكراتها مرة جميلة جدا حتعجبكم. بخلي لكم رابط قناتها في صندوق الوصف. كمان في بنات كتير ما أبغى إني أذكر اسم وما أذكر الثاني، أخاف إني أنسى واحدة، بس إنه في بنات كتير اللي أبغاكم فعلا تروحون لها لأن لسه ما وصلت حتى 1000 مشترك، هي القمر الفضي، إن شاء الله توصل 1000 قريب. ما شاء الله عندها مشاهدات عالية بس إنه المشتركين ما في. إن شاء الله تعجبكم قناتها، تسوي كروشيهات حلوة حلوة مرة مرة، ورشاتها حلوة مرة. أنا كمان باخذ منها طقم كذا أبسويه حق الدلال. المهم من هذا كله ندعم بعضنا ونشجع بعضنا خاصة ذوي الحرف. وكمان ما تنسون، ما أنسى صديقاتي اللي حقين زمان، حقين المطبخ وحقين العمل اليدوية وحقين، يعني هذولا ترى هم الأساس، هم اللي من أول هم معاي لحد الحين، ما أنساهم أبدا نهائيا. هم كمان بخلي لكم قنواتهم في صندوق الوصف، اللي تحبون تدخلون تطلون على قناتها فألف مرحبا. عندهم كمان أشياء حلوة مرة، عندهم وصفات حلوة، فيه أعمال يدوية مرة جميلة جدا. فإن شاء الله ندعم بعض يعني نجر بيد بعض للمحتويات الجميلة والمفيدة اللي يستفيد منها الكل، مو يعني محتويات تافهة ونضيع وقت في محتوى ما يقدم لك أي شيء، حتى الطاقة الإيجابية ما يعطيها لك. يعني تقعدين تسولفين، يعني تقعدين أنت تتسمعين على سواليف تافهة، تقعدين تتسمعين على مشاكل ما لك أنت فيها يد، هي مشاكل حقتهم هم، يعني حقت اصحاب القناة، او مشاكل مفتعلة تقعدين انت تسحبين منها طاقة سلبية. فانا افضل اني والله العظيم اني اروح للمذكرات هذه حقت الحرفيات، اني استرجع طاقتي كاملة. يعني كل ما فقدت شغفي باي شيء اروح اطلع عليهم، اتفرج في فيديو واحد ترجع حيويتي ونشاطي في كل شيء. حتى بالنسبة ادخل على مثلا طبخة من عند صديقاتي، اقوم للمطبخ واسويها هذيك الساعة، يعني حتى استرجع قوتي، استرجع شغفي، استرجع نشاطي لما اطالع في فيديوهات جميلة، في فيديو في قنوات عندها محتوى جميل. فكمان اذا عندكم انتم، ترى بكلم صديقاتي اللي عندهم اعمال يدوية بالضبط، لان الاعمال اليدوية تضل، يعني واحد يجي ينجز ويحط عنده مثلا او يحط في بيته. فانا ليش ما تصير عندنا تقليد كذا كل شهر نسوي مذكرات حرفية، يعني يمشي ترند، خلوها نطلع ترند هذه المذكرات الحرفية، عشان الحرفيات كمان يكون لهم صوت في اليوتيوب، يعني تنعطاهم فرصتهم، لأنهم الحرف اليدوية ما هي معطيها فرصتها في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني تلاقون المشاهدات، في ناس تدخل مشاهدات عالية بس المشتركين ما في، في بعض الأحيان مشتركين فيه والمشاهدات ما في. يعني ليش ما ندعم بعضنا ونطلع بعضنا، وكل وحدة تسوي مذكرات حرفية مرة في الشهر، تطلعين تسوين إنجازاتك، إيش أنجزتي وإيش المشاريع المستقبلية، عشان إحنا نستفيد من بعض، إحنا نستفيد منك وأنت تستفيدين منا، والتانية تستفيد والتالتة تستفيد، واللي هي عندها الرغبة وما قدرت إحنا نشجعها إنها تقوم وتسوي الحرفة اللي هي تبدع فيها. ترى في حرف كثيرة، فيها إعادة تدوير، فيه كروشيه، فيه تريكو، فيه النقش بالحنة، فيه النقش على القزاز، فيه الطرز، فيه المغربيات ما شاء الله تبارك الرحمن عندهم طرز زراندة، الخياطة، الكروشيه على الملابس، القفطين وعلى الأشياء هذه. يعني ليش ما نشجع بعض أكيد، ونمسك بيد بعض، وكلنا إن شاء الله نوصل. هذا هو، أتمنى أني
طبعا انا طولت عليكم، بس هي كذا هي المذكرات الحرفية، تكون فيديوهات طويلة نوعا ما يعني، وفيها يعني زي ما قلت لكم في الاول، ترى ما حد مجبر انه يشوف الفيديوهات حق المذكرات الحرفية الا اللي يبغى يجدد شغفه ويبغى يشدد طاقة حقته. المهم اتمنى لكم حظ موفق، واتمنى ان شاء الله التقيكم على خير في مذكرات الشهر الجاي ان شاء الله، بعد ما ارجع من السفر، وارجع من السفر واقول لكم ايش انجزت وايش سويت وكل شيء، الاشياء هذه ان شاء الله. بس هذا لا يعني اني بنقطع عنكم، لا ما بنقطع عنكم، في فيديوهات ان شاء الله جاهزه بعد هذا الفيديو ان شاء الله بنزلها لكم، عشان ما انقطع عنكم وعشان ما تحسون اني غايبه عن القناه. وكذلك ممكن يعني بين قوسين، ممكن اني اشارك معاكم بعض اليوميات حقتي في السفر اذا ساعدتني الظروف، واذا قدرت اني اصور، لانه تعرفون انا ما صارت عندي الرغبه في تصوير اليوميات والفلوجات، مره ما صارت عندي رغبه، امسك الجوال ولا الكاميرا واضع اصور برا، انا رحت وين، جيت وين، اشتريت، رحت، ما صارت عندي نهائيا. فان شاء الله اذا كمان استعدت الشغف حق التصوير بصور معاكم ان شاء الله اشياء من السفر. التقيكم على خير، اتمنى انكم انبسطتوا معايا، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.